Jeez, man, strong. Get the keys. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة رحلة البلاد. قبل كل شيء رمضان مبارك سعيد. تعطلت شوية ما بارت لكم مش العواجر، ولكن احنا حتى الغداء السبت عاد باش عندنا رمضان في المغرب، وتنقول الجالية المغربية المقيمة بأوروبا رمضان مبارك سعيد، والله يتقبل الصيام ديالكم. كما كتشوفوا كنت واجد في البادية، وديما الجديد مع رشيد في البادية. اليوم نديرو فلوغ صغير قصير نفوجو عليكم وتفوجو عنا. لكن خوتي واحد النصيحة بغيت نعطيها لكم قبل ما نشرعو في البداية في هذا الفيديو ان شاء الله، وهي عافاكم ما تصوروش في مائدة الافطار وتصلحهم في فيسبوك ولا في اليوتيوب ولا شي حاجه، لحقاش كاينين الناس مساكن كيعانيو، ما عندهمش فلوس وما عندهمش حتى حاجه. فاش كيشوفوا هذيك مائده الافطار ديال كل شي حاجه راه كيضرهم خاطرهم. الله يرحمكم والدين اللي هذه الفكره هذه تدعم، وان شاء الله تكون كل الهاشتاج وتكون في جميع السوشيال ميديا، تكون في فيسبوك، تكون في واتساب، تكون هاد الحمله خصنا نديروها. راه الكورونا دابا كما كتشوفوا هاد الوباء، الله يرفعو علينا وعليكم. هاد الوباء الناس ما خداماش، وداك الشيء راه كتعدي باللي كان. لذلك اخواني اخواتي عافاكم الله يرحمكم والدين، ما تصوروش مائده الافطار. الا كانت عاديه ماشي مشكل، ولكن الا كانت كما كيقولوا مزهره القضيه وكاين كاين مأكولات وداك الشيء بزاف، عافاكم ما تصوروهمش بلا ما تلحوهم الناس في الواتساب ولا فيسبوك ولا اليوتيوب ولا في اي موقع ديال التواصل الاجتماعي. كما ودابا ونذكر مره اخرى، عافاكم الله يرحمكم والدين اللي عنده شي اللي باش ما سخا الله يعاون الناس في هذه القفه ديال رمضان. دابا راه رمضان وكورونا وشلا ديال الحوايج اللي هي مأزمه عند عباد الله. الله يرحمكم والدين اللي قد يعاون. شري الناس، شري السكر، شري اللحم، شري اللي شريتي، المهم غير تعاون الناس. الله يرحميك والدين. والناس اللي في اوروبا ديما كنذكر ما كننساش هذوك الناس ديال المهاجرين غير الشرعيين، الحراقه اللي كنقولوا. انا عشت ديك التجربه، والناس ما مغاربه تهلاو فيا وداك الشيء. الله يرحميكم والدين، الله يرحميكم والدين اللي كيعرف شي حراق ولا شي حاجه يعاونوا. عاونوا راه الازمه كما تعرفوا كورونا، ها كورونا من جهه خدمه ما كايناشها، فهمتوا؟ الله يرحمكم والدين، الله يجازيكم بخير. وهذا الشيء اللي كاين اخوتي، حنا راه مغاربه راه معروفين بالكرم، حنا راه الا عندنا خبزه كنقسموها مع الجار. الله يرحمكم والدين، باش هذه الفكره دي تعوم. اخوتي اخواتاتي، يلا ننطلقوا في البلوغ ان شاء الله ونشوفوا الباديه كي ولات. غنوريكم الشعير الصافي وصل للحصاد ديالو، ونوريكم شي الفصه اللي كنت حشيت راه كرمات تاعي. أيوة مفاجاه خوتي خواتاتي، الدجاجه فرخات. خصني نحاول نهزل هذا اللي طايح، خفت هذا من قبلي. نحاول ما يمكن كتاكيت.
كما كتشوفوا اخوتي الباديه الوقت صافي ولات غادي، هذا وقت الحصاد كما كتشوفوا الدنيا ومازال المطر، قالوا المطر كاين اليوم ان شاء الله، قالوا الشتا كاين اليوم وان شاء الله غادي غير باذن الله. ها انتم كما كتشوفوا صافي هذا صافي ما غاديش ما تلاش يتسقى صافي، باقي لي واحد 15 يوم ولا كاع ما كامله ها هو ولا كيولي صفر. شتي شوف الجبل فيه الشتا، الجبل ولات فيه جاي الشتا من الجبل. شتو فاش تجينا حنا الشتا كتجي من الجبل بحال هكا، فاش تكون ضباب بحال هكا كنعرفو بلي جاي الشتا بحال هكا. كيما كتشوفو خوتي ها هي الشتا جاية، ندخلو شوية لداخل باش نمشيو نشوفو داك الشعير. الزيتون راه مازال ما كيبين، مازال حرا طيح هاديك النوارة باش يبين واش واز ولا لا. هانتوما باش تشوفو مزيان الدنيا راه خضراء ولات، الدنيا حياة تغيرت بزاف. هادي فاصة وهادي الفاصة اللي كنت حشيتها، كنتسنى ان شاء الله غادي ندير لكم فلوق نهار نباليو هاد الفاصة كما كان الطريقة ديال باش تنديرو البال. ان شاء الله غادي نحطها لكم في القناة ديالي ان شاء الله غير واحد يومين ولا ثلاث ايام ما بين تكرم، وحنا معكم اخواني اخواتي غادي نديرو ليها نصور فيديو. نمشيو دابا نتجهو للشعير ان شاء الله باش تشوفوا الشعير. انا اللي صورت لكم فيه فلايو وداكشي مازال غادي ينوض، ها راه كتنوض دابا. شوف دابا نتجهوا للشعير باش تشوفوا الشعير، ونصيحه ليكم في هذا رمضان الى اللي كيعاني من المصران ولا شي حاجه، اللي كيعاني من المصران ولا مشكل في المعده ما ياكلش الخبز بزاف، ياكل الخبز ديال الشعير ما ياكلش الخبز ديال القمح. هو الشعير شتي اللي كيعاني من انتفاخ في البطن ولا شي حاجه ياكل الخبز ديال الشعير، راه مزيان وصحي. وحذاري حذاري حذاري اخواني من تكثروا الماكله، انا نعطيكم بعض الحوايج اللي ما تكثروهاش، الخبز ما تكثروش، الحلويات الشباكيه وداك الشيء ما تكثروهاش، كاع الحاجه اللي فيها الخمائر البيتزا وداك الشيء حذاري ثم حذاري. المهم كنحذركم وصافي، انا راه مريت من التجربه ديال الريجيم وصدقات معايا وما كنتش نحس براسي نورمال حتى تبعت الطريقه وهي خبز ديال الشعير اللي هو كما كتشوفوا صحي. وشلاطه شلايض حذاري دابا بنادم ما كيتحركش بزاف في رمضان، راه تزيدوا الخبز وتزيدوا كثره الماكولات غادي تضر راسك، استهلك بلا ما تهلك كما تيقولوا اخواني اخواتي. وهادشي اللي كاين اخوتي، غنمشي نشوفوا واحد البقيره مسدوده هنا كما كتشوفوا الباديه والجبال، غادي نقرب لكم باش تشوفوا مزيان بزاف. هذا هو الجبل شتو، شوفوا البادية سبحان الله العظيم، البلاصة المنطقة فين تنسكن هي هذه. شحال واحد كيسولني، أنا واحد بني ملال اللي بغى يجي مرحبا به اخواني اخواتي.
ما تكتروش ما تكتروش ما تكتروش ماشي لحقاش دابا راه كاين البرد بنادم غادي ياكل بزاف، وانتم عارفين بلا الحجر الصحي راه ما كيتحركش، راه ما كان ماشي بحال الايامات الاخرينات اللي كنا كنفطروا كنعرقوا وكنمشيو كنمشيو للقهاوي وكنمشي تحرك على رجلي وكدير السبور كدير لا مارش كدير، دابا راه ما كاين حتى حاجه. ما تكتروش وما تسربيش الماكله، قول بشويه بشويه ما تنفخش عاوتاني قد كنت ما تنفخ نهار النهار يفوت ان شاء الله شي تخرج كاع ما كاع ما يقدك الباب تخرج منه. لذلك اخوتي وياكم حذاري، هيا البكيره كترحو استهلكوش مرض الدنيا حياة بحال تقول لها لحرا شهر جوج ولا شهر ثلاثة شهر خمسة قريب يدخل زهر الدنيا خضرا. شوفوا الدنيا كي ولات الشتا جايه ان شاء الله. شي اللي كاين اخوتي من عجبكم الفيديو الدنيا راه خضراء كما كتشوف شو الربع فين واصل الحمد لله الربع فين واصل هنا الحمد لله الحمد لله على كل حال. المهم اخوتي جينا لنهاية الفيديو ديالنا الى فيديو اخر ان شاء الله، وما تنساوش لي اول خطره كيشوف الباديه يبارطاجي الفيديو وشارك في القناه باش ديما يوصلوا جديد القناه والى فيديو اخر ان شاء الله.